السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. اليوم ان شاء الله غنوريكم الطريقه باش تجمعوا لكم مع هاد التقويره هادي ديال التركيز. انا كنت جمعت الكتف من قبل، هذا هو الكتف كنت جمعته، هذه التقويره ديال العنق وجمعت انا الكتف، ودابا غنلاق لكم ان شاء الله وقلت نشاركوا معاكم. المهم انا الكم كنبداه من النص ديالو، ما كنبداش من الجنب وكنمشي بيه. غنوريكم كيفاش ديروا. هذا هو الكم، هو هذا كتشدوه من هاد التقويره هادي اللي دايره هادي، وكطويوه على جوج مصغر الكاميرا باش نوريكم، كطويو الكم على جوج بحال هكا على الجوج. هذا هو من هنا محلول لكم، من هاد الجهه محلول وهاد الجهه مسدوده، هذه هي الجهه اللي كتجي فوق الدراع. كطويوه على جوج، كتشوفوا فين جاكم النص، هنا فين جاكم النص، هاد البلاصه اللي فيها النص اللي جاتكم هي اللي غديروها نيشان مع الكتف. داك النص اللي جاني انا درتو نيشان مع الكتف هنا، ها هو النص جاني هنا. تقدروا تعلموه بستيلو ولا شي حاجه. المهم انا غنشد دابا بالبره، والنص جاني نيشان مع الكتف، غنضل لاقي في الكم ديالي. لصقوا على تقويره، دابا البنات بعد ما علمت النص ديال الكم ودرتو مقابل مع الكتف، غنضل لاقي غنضرب في الكم هنا في هذيك البلاصه اللي علمت. بسم الله بحال هكا ضربت في الجهه اللي علمت، غنجي نضرب في النص ديال الكتف. قلت لكم في الكتف نيشان، ضربت غريزه في النص ديال الكم نيشان، وضربت غريزه في الكتف، غنضرب غريزه بيناتهم وندير ملاقيه ديال الرانده. نجي نضرب عاوتاني لكم بحال هكا. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش الملاقيه، نضرب في هذه الغريزه هذه، نضرب في الجهه الاخرى، كندير غريزه خيط يكون داير بحال هكا، كنضرب في الثوب من جهتكم، نضرب في هاد الغريزه هادي اللي الوسط هادي، نضرب في الجهه الاخرى، دابا البنات خاصكم تعرفوا واحد القاعده، اننا دابا انا ملي غنضرب هنا لتحت في الكم، يعني غنضرب لتحت، انا غنضرب لتحت، الخيط غنلوحو من الفوق، ملي تضربو لتحت الخيط لوحوه من الفوق ودخلو من وسط منه وديرو غريزة. دابا ملي غنضرب في التو الفوقاني الخيط غنلوحوه من التحت، هادي هي التقنية. كنبقاو غاديين، ضربنا لتحت الخيط من الفوق، ضربنا الفوق الخيط من التحت، يعني العكس. كنبقاو غاديين خدامين في المناقب ديالنا حتى كنكملو الكم والتقويره كلها ديال التركيز، يعني خصهم يجيو قد قد. الا كانت غتجينا جهه مفوتة على جهه، كنحاولو نقادو يعني الجهه اللي بقات طويله، كنضربو فيها الضربات متباعدين شويه، والجهه القصيره كنضربوهم فيها متقاربين باش يجيونا قد قد. بعض المرات كيكون الكم في التركيز ولا التركيز في الكم، خصنا نعرفو التقنيه اللي نخدمو بها باش نجيبهم قد قد، ما يجيش شي واحد فيهم شايب. بطبيعة الحال ملي نكملو الكم ديالنا غنبداو نلاقيو في الجنب ونلاقيو الكم من التحت. نخليو نبقاو نخدمو، كيبقى لنا غير سنتيم هو اللي غادي نكفو في الجناب
من هاد الجنب ومن هاد الجنب. ان شاء الله تبعوا غير هاد الطريقه اللي درت لكم في الناقيه، الطريقه كيفاش فين تلوحوا الخيط في كل اتجاه اللي تبغوا تضربوا في الثوب. المهم هذه هي الجهه الاولى، هذه هي الجهه الاولى ديالكم بهذه الطريقه غنخدمها، ونرجع ان شاء الله باش نوريكم كيفاش نخدم هذه الجهه الاخرى، كيفاش غنبداها ونمشي فيها. انا شويه نكمل هذه الجهه ونرجع لكم. المهم البنات، انا لقيت النص الاول ديالكم، لقيته مع هاد القواره ديال التركيز. غنبدا هاد النص الثاني كيف ما كيبان لكم. انا عندي واحد الخرط هنا، يعني لكم الثوب ديالكم ما قدش، ودرت منه جوج طروفه، والخرط جاني ميل شويه، يعني جاني قل من نصف لكم. هاد الخرط خاصو يكون اللور ديال الدراع، ما خاصوش يجي لقدام باش ما يبانش. الا كان عندكم هذا المشكل، يعني كان عندكم ماشي يكون فيه الخرط ما قدكمش، ديما الخرط ديروه اللور ديال الدراع باش ما يبانش. المهم انا بعد ما لقيت النص الاول ديالكم غنلاقي النص الثاني. بحال هكا غنضرب هنا هاد الجهه هادي، نثبت الخيط ونضرب في هاد الغريزة هي اللي كتبت لكم هنا وسط. كيف ما قلت لكم اللي كنضرب لتحت، هنا لتحت جيسي الخيط غنلوحو لفوق وندخل من الوسط، نضرب في هاد الغريزة ديال الوسط. ملي غنضرب الفوق ها هو الخيط لتحت، كنبقى مستمر بحال هكا. كنبقى مستمره كنلاقيكم حتى كنكملوا حتى الاخير. كنخلي كيف ما قلت لكم غير سنتيم ديال الكفافه باش نكفف الجنب. كنبقى نستمر هكا بالملاقيه حتى غنكمل لكم كله حتى الاخر ديالكم. غنخلي سنتيم هنا في الجنب في هذا الجنب، ونخلي سنتيم في هذا الجنب. وملي ان شاء الله غنبغي نلاقي الجنب غندير لكم فيديو باش تعرفوا كيفاش شحال تخلي وكيفاش تبداو.
كنتمنى تفهموا، تكونوا فهمتوا الطريقة ديالكم كيفاش كنلاقيوه، و كنتمنى إلى عجبكم هذا الفيديو تبقاو، كنتمنى تفهموا الطريقة كيفاش لقيت لكم، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد باش نوريكم الطريقة كيفاش تلاقيوا الجنب، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.